10 كانون الثاني يناير 2009. التدمير الشامل، العمل جار على قدم وساق. أعطتنا بعض العائلات الفلسطينية عددا من المنشورات الورقية التي سقطت من السماء في الأيام القليلة الماضية. إنها نوع من المجاملة أبدتها القوات الجوية الإسرائيلية بدلا عن القنابل المألوفة. تقول القصاصة الأولى مترجمة من اللغة العربية: إلى كل الناس الذين يعيشون في هذه المنطقة، بسبب النشاطات الإرهابية والإرهابيين المنحدرين من مناطقكم والذين يقومون بهجمات إرهابية ضد إسرائيل، فقد وجدت القوات الحربية الإسرائيلية نفسها مرغمة على القيام بعمل فوري في منطقتكم، وتبعا لذلك فإننا نلح عليكم بأن تخلوا المنطقة في الحال من أجل سلامتكم. التوقيع الجيش الإسرائيلي. باختصار، يلصق الإسرائيليون على كل باب عبارة العمل جار على قدم وساق، وذلك قبل تهديم الأحياء كلها لصالح مؤسساتهم، وبذلك يحطمون الآمال في حياة ما حاضرا ومستقبلا. من الواضح أن هؤلاء الذين ليس لديهم مكان يهربون إليه، قد كتب عليهم أن يدفنوا تحت أطنان من الأنقاض. لقد حذرونا منذ فترة قصيرة أنهم ينوون إلقاء المزيد من المنشورات، مهددين بأن مرحلة جديدة من حرب إرهابية على وشك أن تبدأ. الحقيقة، بدا قادة الجيش الإسرائيلي مهذبين، طلبوا من سكان غزة أن يتعاونوا قبل أن يسحقوهم كالحشرات. إذا لم تكن المنشورات مقنعة بشكل كاف، فالسبب يعود إلى أن القوات الجوية كانت تقرع على أسطح منازل غزة بلطف. إنه نوع جديد من التكتيك، فقد ألقيت قنابل أقل فاعلية بعد الشيء. مع ذلك فهي من القوة، بحيث تستطيع تصديع الأسقف وإزالتها عن المنازل، مقنعة ساكنيها بلطف بإخلائها. بعد دقيقتين أو ثلاث اندفعت الطائرات بالقرب منا من جديد، ولم يتبقى شيء من المنازل. أين سيذهب الساكنون فيها؟ ليس هنالك من ملجأ آمن على طول القطاع وعرضه. أما بالنسبة إلي، فقد أصبحت أخاف على حياتي حين أمر بالقرب من جامع أو مدرسة أكثر مما أخاف حين أقف أمام أي من المباني الحكومية التي لا تزال قائمة من دون مساس. في الليلة الماضية، وعلى بعد 20 مترا من منزلي، دمرت طائرة حربية محطة إطفاء حريق. أما هذا الصباح، فقد اكتشفت حفرة عمقها بضعة أمتار على الطريق الممتد بالتوازي مع الميناء. كانت تبدو وكأن نيازك قد أمطرت من السماء وحفرتها على شاكلة ما يعرض في أغلب الأحيان في أفلام الخيال العلمي. إلا أن الفرق هنا هو أن التأثيرات الخاصة مؤلمة إلى درجة كبيرة. عند زيارتك مشفى الشفاء المكتظ بالجرحى الذين ينتظرون المعالجة، يمكنك الالتقاء بطبيب لا يبدو عربيا. إنه ماتس جيلبرت، الطبيب النرويجي من منظمة نوروك غير الحكومية. جيلبرت طبيب مخدر، قام بتأكيد شكوكنا باستخدام إسرائيل أسلحة محرمة دوليا ضد المدنيين في غزة. يأتي إلينا العديد من الجرحى الذين بحاجة إلى بتر أكيد، حيث تكون أرجلهم قد تحولت إلى عجينة، وذلك حسب اعتقادي بتأثير قنابل الديم. تتكون قنبلة الدعم من مادة متفجرة مبتكرة، وخصصت لضرب أهداف محددة وإحداث أكبر قدر ممكن من الضرر، حيث تحدث موجة قاتلة في منطقة سقوطها. ويحصل هذا بينما مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي تقول في تقريرها بأنه قد حصلت انتهاكات خطيرة جدا، ربما وصلت إلى اعتبارها جرائم حرب. آخر مثال على جريمة كهذه هو تلك الجريمة التي وقعت منذ ساعات قليلة في شرق جباليا، حيث كانت عائلة عبد ربه بعد لحظة من إخلاء منزلها تحضر بعض الحاجيات الغذائية من حانوت صغير.
حين قصفت بقنبلة أدت على الفور إلى وفاة 8 من أفرادها، بالإضافة إلى جرح 2 بجروح بالغة. كان لدى الناس الذي تكلمت إليهم في الطريق انطباعا بأن إسرائيل تقتنص الفرص، حتى عندما تكون القنابل تلقى من دون توقف والمدفعية الميدانية تتقدم ببطء، لا يواجه الجنود الإسرائيليون مشكلة بكيفية تأمين حصص الطعام الفردية المخصصة للعسكريين ومراكمتها، على عكس أهل غزة الذين لم يتبقى لديهم ولو كسرة خبز واحدة. لكن الخبازين، وبعد أن نفذ الطحين منهم، قاموا بخلط ما بقي لديهم بالطحين المخصص للحيوانات لإعادة بناء مخزونهم، وصنعوا منه الكعك. إنه خبز بائت منذ أسبوع ومخضر بفعل العفن، تستطيع طبخه فوق نار قطعتين من الحطب، ويمكنني أن أؤكد لك أنه حتى عند ذلك لا يكون طيب المذاق. حملت إسرائيل على جميع مواقع الإنترنت عشرات الأفلام الملتقطة وفق خاصية عين الطائر التي تمكن المشاهد من رؤية المدن من الأعلى، عارضة فيها ما تزعمه دقة عمليات القصف ضد الإرهابيين أو ضد مستودعات أسلحة ومتفجرات العدو المفترضة. إن عدد الضحايا المدنيين المذهل كاف لدحض هذه الأفلام. أتعجب كيف يمكن لإسرائيل أن تصف نفسها أنها متحضرة وديمقراطية في وقت لا يتوانى فيها جيشها في إطار سعيه لقتل وتهجير عدوه عن ضرب وتهديم بناء مكتظ بالسكان، دافنا العشرات من الضحايا الأبرياء أحياء كجزء من حملته. إن مثل ذلك كمثل الجيش الإيطالي إذا ما حاول القبض على مجرم خطير من المافيا، فإنه يعمد إلى قصف مركز مدينة باليرمو بشكل عنيف. وبينما أنا جالس هنا أكتب هذا التقرير، يكون عدد القتلى الفلسطينيين قد وصل إلى 821 قتيلاً، بينهم 93 امرأة و235 طفلاً، كما قتل 12 مسعفاً كانوا على رأس عملهم يقومون بواجبهم، وتوفي 3 صحفيين وكاميراتهم ملفوفة حول رقابهم. أما الجرحى فقد وصل عددهم إلى 3350 جريحا، أكثر من نصفهم تحت سن 18. ووفق مركز الميزان لحقوق الإنسان في جباليا المشهود له بصدقيته، فإن 85% من الضحايا المدنيين الفلسطينيين قتلوا بمذابح في الأسبوعين الأخيرين، ومع ذلك فقد بقي عدد القتلى بين الإسرائيليين متوقفا عند الرقم 4. إذا لم تستطع الأمم المتحدة حماية السكان المدنيين الفلسطينيين من الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لمواثيقها الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، فإن أصدقائي في حركة غزة الحرة سوف يوجهون إليها طلقة، إذ أنهم جاهزون كما كانوا دائما للإبحار إلى غزة خلال بضعة أيام، وسيكون من بين من سيأتي أطباء وممرضون ونشطاء حقوق إنسان يعتبرون أنه من واجبهم الشخصي فعل أي شيء يقدرون عليه في المجال الإنساني لتقديم بعض إجراءات الحماية. لقد حاولوا من قبل القدوم آملين الوصول إلى هنا في 31 كانون الأول ديسمبر على متن قارب الكرامة، لكن البحرية الإسرائيلية قصفت مركبنا في المياه الدولية مخلفة فيه أضرارا في محاولة منهم لإغراقه، وتحدثوا في وقت لاحق عن الأمر على أنه كان حادثا. سوف أنتظر أصدقائنا مع حمولتهم من المساعدات الإنسانية بين أنقاض ما بقي من المرفأ، متمنيا ألا يقع حادث مماثل بعيدا عن الشاطئ هذه المرة. المنشور الثاني الذي ألقته الطائرات والذي قمنا بترجمته هو عبارة عن صراخ: يا أهالي غزة، كونوا مسؤولين عن مصيركم. يمثل الإرهابيون في غزة وأولئك الذين يطلقون الصواريخ ضد إسرائيل تهديدا على حياتكم وحياة عائلاتكم.
إذا أردتم أن تساعدوا عائلاتكم وإخوتكم في غزة، كل ما عليكم القيام به هو الاتصال بالرقم الوارد أدناه وإعطاؤنا المعلومات عن أماكن وجود هؤلاء المسؤولين عن إطلاق الصواريخ. لقد حولتكم الميليشيا الإرهابية إلى أول ضحايا أعمالها. إن الوقاية من المزيد من الأعمال الوحشية التي ارتكبت هي الآن مسؤوليتكم. لا تترددوا، نضمن لكم التكتم الكامل على أسمائكم. يمكنكم الاتصال بنا على الرقم التالي، كما يمكنكم الكتابة لنا على عنوان البريد الإلكتروني التالي لتزويدنا بما يتوفر لديكم من معلومات عن النشاطات الإرهابية. كتب لي العديد من الإيطاليين معبرين عن إحباطهم بسبب عدم قدرتهم على فعل أي شيء ضد المجزرة التي تحدث حاليا. إنني أحثكم على الاستمرار في إظهار امتعاضكم ودعمكم لحقوق الإنسان. وإذا كان لديكم دقائق من الوقت وبطاقة اتصال دولية، فإن التفاصيل الواردة في المنشور يمكن أن تكون مساعدة لكم في الاتصال بتلك الأرقام والتعبير عن ازدرائكم لأولئك الذين يقامرون بسخرية بحياة 1.5 مليون من البشر عن طريق الجو والبحر والبر. لن يكون هناك أفضل من هذه الطريقة لاستهلاك بطاقة الاتصال. هؤلاء 235 طفلا المذبوحين يطلبون منكم ذلك. حافظوا على إنسانيتكم. Thank you.